طيب نمشيو للخبيز ديال العرادات. خبيز العرادات عندنا المكونات 500 غرام ديال الدقيق ابيض، 500 غرام دقيق ابيض نوع ممتاز، دقيق ابيض. عندي 200 غرام تقريبا رابعة ديال السنيده الرقيقه اللي كنديروا في الحرشه. عندي معلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره كبيره. عندي معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره خل، داك الخل العادي اللي كنخدموا به دائما البيت ديالنا. عندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، 4 كاس زيت الزيتون. عندي بيضه ديال الحليب سائل يكون دافي، كاس حليب سائل يكون دافي. وعندي 2 معالق ديال الزبده، معلقه ديال الزبده، 2 معالق كبار زبده. درجه حراره المطبخ عاديه، عندي الملحه، ملح، والخميره تسبق اللي ذكرتها، ومعلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره خميره فوريه. دابا كاين البرد، يمكن نزيدو شويه حيت الجو بارد. واخا. وعندي الماء كافي باش نجمعوا العجين ديالنا، نخلطوا كل شيء. نعاودوا المقادير، عاوديهم لنا بسم الله. عندي 500 غرام ديال الخلاه، عندي 500 غرام ديال الدقيق ابيض، 200 غرام ديال السميده الرقيقه تقريبا رابعه، عندي معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخل، 4 كاس ديال زيت الزيتون، بيضه، عندي كاس ديال الحليب يكون دافي سائل، عندي 2 معالق كبار ديال الزبده درجه حراره المطبخ، الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الخميره فوريه او اكثر، وعندي الماء كافي باش نجمع العجين. بالنسبه للطريقه، كنعجنوا العجينه ديالنا بالطريقه المعتاده، كنخليوها ترتاح من طبيعه الحال واحد نصاعه على الاقل، من بعد كنديكازيو العجينه ديالنا ضروري، وكنشكلوا الخبيزات ديالنا حسب الرغبه. صغيرين صغيرين كبار وسطين، وكندهنوهم باصفر بيضه مع قليل من الحليب. اذا هنا غادي نحتاج 2 بيضات، وحده للتزيين وحده داخله في العجين. نعم. وكندهنوا صفر بيضه مع الحليب، وكنرشوا عليهم سوا جنجلان بافو اللي متوفر عندي، كنخليهم طبيعه الحال حتى كيخمروا يضاعف الحجم ديالهم، وكنطيبوهم وبالصحه والراحه. هادو مهمين بزاف كما قلتي في العرادات، يعني وكيعطيو واحد المذاق ديال الخبز. كاين انواع ديال الخبز. المره الجايه ان شاء الله نبغيك تعطينا خبز بالزرارة، خبز اللي كيكون بالزريعه ديال نورت الشمس، الزريعه الكحله يعني، وكيكون حتى اللون ديالو حتى هو مبدل بالزيتون وبالزيتون كذلك بالفرماج. ان شاء الله هادشي كله باذن الله غنعطيو في السوايعنا الجايه ان شاء الله. نشوف فرح مرحبا. القرماعي، وتبارك الله على هاد الوصفات اللي عطيتي والاقتراحات اللي عطيتي، وهاد الحداقه تبارك الله اللي باينه كذلك من خلال المشاركه ديالك في مجموعه ديال الجمعيات واللي كتاثريهم على فرح. العمل الجمعوي كيفرح الواحد، كيخليك تكوني عندك واحد الموتيفاسيون في الحياه، عندك واحد كتفرح ملي كتشوفهم. تجي شكون هما الجمعيه اللي كتشتغلي معاهم؟ نعطيهم التحيه للجهات. تحيه واخا لا مرحبا ومرحبا اختك. تحيه لجميع المستفيدات والساهرين والعاملين بجمعيه القفطان برئاسه السيد معمول الغزاوي، وبجمعيه الفوز برئاسه السيده فاطمه جلياد، بمركز تكوين وتقوية قدرات النساء بالرباط، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حي النهضة، وكذلك مركز ملاك بسالة برئاسة الشافع علي حمدي. وتحية لجميع الأصدقاء والأحباب والعائلة ديالي الصغيرة، وتحية خاصة لفاطمة زهرة اليوسفي. قولي لي، ذكرتي لي واحد المسألة اللي مهمة ونبيلة جدا، وأنه ما يفوتش أننا نودعوا المستمعين والمستمعات بلا ما نذكر أنك تعاملتي مع لي تريزوميكا ولا مع تولاتي الصبغي. قدمتي ورشات في المركز اللي كاين هنايا في الرباط مسار، والمسؤول عليه السي سعيد الحمصاني، تحية ليه. كيفاش عملتي مع هاد الوليدات؟ واشنو اكتشفتي كطاقات ممكن يعطيوها هاد الوليدات في هاد الحالات ديال الثلاثي الصبغي لالا فرح القرماعي؟ اكتشفت كنت كنرتاح لهم بزاف، كنت معاهم تقريبا واحد عامين، مره كنت كنمشي عندهم، كانوا عزاز عليا وكنت عزيزه عليهم. هما شو هما تعزيهم بلا ما كنت كنفتخر بهم، وتبارك الله عليهم كيبدعوا حتى هما وكيبغيو يتعلموا وكيسمعوا، والا حبوك راه زعما راه معاوني منيع منيع من عند الله.
نعم زعما توحشتهم بزاف وكنحييهم الا كيسمعوا ليا. نعم كنحييهم بزاف. واللي كان هم نفسي سعيد الحنصالي ومشكور جدا انه كان استقبلنا من خلال الروبورتاجات اللي كنا درنا سلسله حول ذوي الاحتياجات الخاصه، انه عنده امال وعنده طموحات وعنده احلام كبيره كيشوف القدام، بمعنى انه نوى يدير مخبازه، ان هاد الوليدات يولي عندهم واحد المورد ديال الرزق من خلال هاد المخبزه هادي، انه يشغل هاد الوليدات ويعطيهم فرصه في العمل واندماج في الحياه العمل. فتبارك الله على هاد السيد هذا انه خدام في هاد المجال، لانه وليد من عنده وليد من ذوي الثلاثي الصبغي، ولكن عنده الاراده باش انه يخرج هذا المركز هذا للحياه للقرباني. صراحه مشكوره جدا، بارك الله فيك. المره الجايه جيبي لنا شي حويجات يكونوا اكثر اجتهاد وتكون اكثر تميز باذن الله في اقتراحاتك لالا فرح القرماعي. مشكوره جدا، شكرا.